بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحلقة بتاعتنا النهاردة معانا 2 سرينة شبح. السرينة دي فيها 7 أصوات وواحدة فليشر، عاملين لنا هم فيها 7 أصوات يعني بكل أنواع الأصوات، وعاملين نوع فليشر على أساس إنه مثلا أنا مش عايز حد يدوس على الزمارة، بحرك الزرار عند الفليشر فطبعا ما يعملش أي إزعاج ولا أي صفعة، وفي نفس الوقت ما يخليش أي حد يقلع في السرينة. السرينة دي بيجي منها نوع بيتربط بالفك، نظام من المسمار اللي من فوق، بفكه واحط عشان ايه، احط الحجاره كده وافك واركب الحجاره. وفي نوع تاني، النوعيه دي لازم مسمار من اسفل، بفك المسمار كده وبتفك بكل سهوله بمفك ايه، صليبه. ده النوع ده بيتفك من تحت، والنوع ده بيتفك من فوق، وهو في نفس الوقت النوع واحد. وكل ما تكون الحجاره جديده الصوت يبقى ايه؟ 10 على 10، يبقى ايه؟ بصوت عالي. تمام؟ وفي في نفس الوقت بيجي معاه افيز، الافيز ده اللي بيركب في الايه؟ الجدوم بتاع الدراجه. بيركب كده نظام كده، لازم افك المسمار ده كده. برضو انا هربط لكم برضو واحد كده برضو عشان يبين لكم برضو ايه؟ بنركبه ازاي؟ بنربطه ازاي؟ وبثبت كده. اول واحد كده. تمام، ورابط بنفك صليب او بنفك ايه، يكون مثلا لو حتى لو عاده في سن رفيع زي اللي في ايديا ده، بيربط برضو بكل سهوله كده. هو ده يركب في نظام الجدون بتاع الدراجه من هنا. طيب انا دلوقتي معانا ادي 2 سرينه والاصوات بتاعت ده وده واحد. تمام، انا حاطط هنا 2 جداد لسه فككهم حاططهم، وهنا 2 مستعملين. هيبين لنا ان الصوت الاقوى من الجديد، الفرق بين الجديد وبين الايه، القديم. وكل ما بتجيب الحجاره جوده عاليه الصوت السرينه يبقى 10 على 10. اول حاجه هنجرب معانا هنا، اول حاجه هنا هندوس على الزرار هنا. ده نظام شغال فليشر، بص انا دايس اهو مفيش صوت، والحركه بتاعت اللمبه ايه شغاله دائريه ورا بعض اهي، كل ورا ايه سليمه 10 على 10. في نفس السرينه دي يبقى فيها لمبه واحده، وفي نوع تاني يبقى فيها لمبتين. طبعا الافضل اللي هو اللي انا ايه اللي معايا دي اللي فيها مثلا كام؟ 7 لمبات، دي 10 على 10. اما الثانيه مش ايه الجوده بتاعتها، جوده ايه مش حلوه قوي، دي الجوده بتاعتها احسن. في نفس الوقت انا معايا دول حجرين مستعملين، انا بجرب كده اول حاجه كده ايه، بدوس اهو، ده نظام الفليشر. لو حركت سنه من تحت هنا، وفي نفس الوقت الشكل بتاعه بيديني شكل مثلا ايه رائع، لما حتى الوش بتاعه شغال ده صوت اول صوت اهو، لو حركت سنه كده اديني الصوت التاني كده 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 كده، ده الصوت بتاع ده احنا استعملنا حجاره مستعمله. هنا بقى الحجاره الجديده احنا حطيناها برضه الجديده هنا، ثبتناها، وده الوش بتاع اللي مثلا بيركب كده عشان برضه نشوف الشكل. طبعا كل ده انا ايه عشان اجرب لكم. هنا دي احنا حطينا في دي الحجاره الجديده، هنشغل كده صوت باين اهو، حتى كمان قوي كمان، الف لنا كده. كل ما تكون الحجاره جديده دي كانت حلقتنا النهارده، ويا ريت تعجبكم حلقه سرينا الشبح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.